اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، معاكم رانيا طارق في اولى حلقات برنامج حكايه النهارده اللي اقدمه انا وزميلتي اميره. ازيك يا اميره؟ ازيك يا رانيا؟ اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في بدايه حلقتنا. بحب ارحب بيكم في كل مكان. موضوع حلقتنا مهم جدا، برنامجنا مختلف ومتنوع. هنتكلم معاكم، ولكن قبل ما نتكلم معاكم عن موضوع الحلقه هنتكلم في حاجه مهمه جدا انا وزميلتي رانيا، وهي السعي. رانيا، حابه ان انا النهارده نتكلم عن السعي. لازم الواحد يشتغل على نفسه اكتر، لازم ما يكونش عندك سقف لطموحك، لازم طموحك ده يكون لاعلى حاجه. لازم تشتغل على نفسك اكتر، وزي ما ربنا قال لكل مجتهد النصيب. اشتغل على نفسك وسعى، ولا ايه رايك يا اميره؟ بالظبط. وكل انسان فينا عنده حلم، عنده امنيات وعنده طموحات كبيره. ازاي هنوصل للحلم ده واحنا مش بنسعى ليه؟ لازم نتعب ونجتهد، لازم نعرف احنا موهبتنا فين، احنا عايزين ايه. نتعب ونشتغل كتير، مفيش حد فينا بيطلع السلم من اول خطوه. هنقع كتير ولكن في النهايه هنقف. اكيد ربنا لما يشوف تعبنا ده بنتعب ونسعى وندور على حلمنا في كل مكان هيكرمنا في الاخر. بالنسبة بقى للصدمات اللي بتقابلنا وبتقابل الأشخاص، طبعا كلنا بيبقى عندنا ابتلاءات ومش زي بعضنا، يعني كلنا بيكون عندنا أهداف في حياتنا بس مش زي بعض. اعمل اللي عليك واجتهد واسعى دايما ان انت تكون قدام ربنا شخص عندك ضمير، لان لو انت عندك ضمير ان شاء الله ربنا هيسهلك وهيكرمك في حياتك. بالظبط. ولكل امرئ ما سعى. ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل انسان على قد مجهوده وعلى قد تعبه في الدنيا. ممكن انت ما تنجحش من اول مره، ممكن تقابلك عقبات كتير في حياتك، مش هنحدد هي ايه بالظبط، ولكن كل انسان فينا عنده عقبات كتيره في حياته. بس اهم حاجه ان احنا ما نيأسش. بالظبط. والنهارده بالنسبه للنجاحات اللي اتقدمت كتير معانا، النهارده ضيفنا اللي هيكلمنا النهارده عن الرياضه واللي حقق يعني انجازات كتير في حياته، كابتن ممدوح محمد، هيشرفنا بعد الفاصل. هنروح ناخد فاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا عن الرياضه. النهارده معانا كابتن محمود اللي منورنا النهارده. ازيك يا كابتن ممدوح؟ ممدوح كابتن ممدوح، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا النهارده. انا سعيد يعني باستضافه حضراتكم لينا، ورب نكون ضيوف يعني خفاف على الساده المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين نتكلم اكتر عن حضرتك، تكلمنا اكتر عن نفسك. انا اسمي ممدوح محمد، انا خريج بكالوريوس التربيه الرياضيه جامعه اسيوط، اللي انا بعتز بيها جدا جدا، اللي هي اثرت فيا ويعني عملت لي كارير وشخصيه، واتعلمت فيها حاجات كتير خلتني اسلك طبعا طريق حياتي واكون مدرب الحمد لله.
واكون طبعا ومعايا طبعا اكاديميه العين، الاكاديميه الخاصه بيا. الحمد لله طبعا انا عملتها يعني بمجهودي، والحمد لله يعني كانت حاجه كويسه، والحمد لله يعني قدرت اكتشف نجوم كويسه زي الموجوده معانا النهارده ان شاء الله. طب نتعرف بيهم بقى. ده طبعا كابتن محمد وليد، ده مواليد 2010، ده يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى مستقبل مصر، يعني ان ان شاء شاء الله الله باذن باذن الله، الله. والانديه العالميه ان شاء الله يا رب باذن الله. مهاريا وفنيا وحاجه كويسه جدا. الواحد يعني انا ليا الشرف ان انا اصلا يعني اكتشفت موهبه زي دي. وكمان طبعا عندنا طبعا النجم الكبير معاذ، طبعا ده منورين النهارده. ده مواليد 2011، ده لاعب كويس جدا، بيلعب وسط ملعب مهاجم، من اللعيبه الكويسه النادره اللي بياخد ليه شخصيه في الملعب. نخليهم بقى هم يتكلموا عن نفسهم اكتر. ايه رايك؟ ان شاء الله. طبعا كابتن ممدوح، بما ان النهارده موضوع حلقتنا عن السعي، حابب حضرتك تكلمنا شويه عن مشوارك، وصلت له ازاي، ايه العقبات اللي واجهتك في طريقك؟ انا طبعا انا من صعيد مصر، طبعا انا من سوهاج بلدياتي. انا من جهينا، من اللي طبعا من البلد اللي انا بعتز بها جدا، ان انا اتربيت فيها وفيها اسرتي واهلي لحد الان. يعني بجد انا بوجه لهم التحيه، و يعني هم ساعدوني كتير في حياتي، وبجد انا يعني انا مبسوط للي وصلت له، وان شاء الله باذن الله لسه في كتير اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله انجازات. انا اتخرجت طبعا من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسيوط، الحمد لله. يعني انا كنت من اوائل الدفعه عندي الحمد لله، بس الحمد لله ما حصلش نصيب ان انا اتعين في الجامعه، بس الحمد لله ربنا يعني كان كاتب ان انا اسلك طريق التدريب واني اعمل شخصيه لنفسي. انا ما استسلمتش طبعا ان انا مثلا ما تعينتش طبعا دكتور ومثلا خلاص هحس بالظبط. هو ده كان موضوع الحلقه بتاعتنا، ان احنا حتى لو انت مش ناجح في مجالك، ابدا في مجال تاني، او شوف موهبتك في حاجه تاني، بحيث ان انت تطور على طول من نفسك، او ممكن الهدف او الحاجه اللي انت راسمها ديت توصلها بشكل اسرع. طبعا طبعا، ان انا اصلا بخلي لحياتي اهداف كتير. تمام، خلاص انا الدنيا ما وقفتش مثلا، انا خلاص ده كان يعني احد اهدافي كنت في الجامعه، بس الحمد لله ما حصلش نصيب. فالحمد لله انه ربنا بيبقى كاتب لك حاجات احسن ليك. احسن بالظبط. تمام، الحمد لله. طبعا الواحد سلك طبعا طريق التدريب، الحاجه اللي انا بحبها الحمد لله، يعني حاجه دي الواحد ما يعني ما عرفش يعمل حاجه غير انه التدريب، انه الملعب، انه يشوف لعيبه ويمرن، ده حاجه كارير ودنيا تاني. وان المدرب ده اصلا كابتن ممدوح، شباب كتير في سن حضرتك يمكن ما وصلوش لكل احلامهم، بيجوا عنده نقطه محدده او اول عقبه تقابلهم في حياتهم بيقفوا عندها، وتقول انا كده خلاص ما عنديش طاقه ان انا اكمل، تحب تنصحهم بايه؟ انصحهم انه بص، اي حاجه ربنا كاتبها ليك، تمام، ممكن تبقى انت شايف حاجه ان هي كويسه جدا، انها دي لو ما انا ما وصلت لهاش خلاص حياتي وقفت. بالظبط. لا، ده ربنا بيبقى كاتب لك حاجه ومرحله افضل وافضل وافضل، وانك تبني حياتك وان يكون لك كاريرك انت، يعني ربنا بيبقى شايل لك الحاجه الاحسن. تجتهد النصيب. طبعا. بالظبط. ولازم تجتهد وتشتغل على نفسك، مفيش حاجه بتيجي كده بالسهل. يعني لازم تجتهد وتشتغل على نفسك وتسابر، لان هيقابلك عقبات كتير وهيقابلك حاجات كتير، حتى في الحاجه اللي بتحبها هيقابلك عقبات. طب بالمناسبه ديت، انت بتقدم بقى نصايح للعيبه اللي عندك ولا؟ طبعا طبعا. إيه، انا اللعيبه اللي عندي بجد يعني انا بعتبرهم اولادي واخواتي، يعني بجد انا التعامل معاهم مش تعامل مثلا لا مدرب، لا ده احنا المدرب عامه، المدرب اب واخ وكل حاجه بالنسبه للولد. تمام، وانا بحب انا اولادي اصلا حتى في تعاملي معاهم في الملعب او بره الملعب، انا بتعامل معاهم جوه الملعب وبره الملعب في كل امور حياتهم، انا معاهم في كل حاجه، حتى بيسالوني بيقولوا يا كابتن احنا في مثلا خلاص نسال بقى نسالهم بقى نشوف ازيك يا معاذ عامل ايه؟ الحمد لله. كلمنا بقى اكتر عن نفسك كده، بتحب مين اللي مشجعك؟ مين اللي بيشجعك في البيت؟ ولا انت بتحب الكوره عموما؟ لا انا بحبها. بتحبها؟ بتلعب ايه؟ فين؟ يعني مركزك ايه؟ صانع العاب. كويس جدا. نفسك بقى تبقى زي مين؟ كابتن وليد سليمان. وانت يا محمد؟ زي محمد صلاح. مين بيشجعك في البيت يا محمد؟ بابا ولا ماما اكتر؟ طيب انت حابب تبقى نفسك تبقى ايه؟ هل نفسك عايز تبقى انت لاعب كوره كبير، ولا نفسك تبقى حاجه تانية في دراستك بعدين؟ لا لاعب كوره. لاعب كوره؟ ما عندكش احلام تانية يعني.
طيب يا كابتن، حابه اسالك سؤال، اشمعنى يعني حضرتك اسمها عين؟ يعني ليه اسمها عين؟ احنا بصي، احنا اخترنا اسم العين طبعا، يعني كانت بنادي العين، لان احنا بالنادي اللي احنا بنحبه جدا جدا النادي الاماراتي. فطبعا اللي خلانا طبعا عرفناه طبعا احتراف الكابتن حسين الشحات، كابتن النادي الاهلي دلوقتي، ولعب هناك وحقق انجازات كبيره وكاس عالم للانديه. طبعا فاحنا شفنا طبعا نادي العين، فاحنا بنحب طبعا دوله الامارات وبنحب يعني الاخوه العرب كلهم. فدي طبعا الحاجه طبعا شجعتنا ان احنا بنعمل حاجه شبيهه يعني تقارب نادي العين كده، تمام، بس مش نادي العين، لا احنا تقارب تبقى شبيهه، ان احنا ان شاء الله باذن الله قريبا، ان احنا ان شاء الله باذن الله ماشيين طيب في خطه ان احنا نعمل دلوقتي نادي العين معانا على المصري ان الشاشه شاء الله. حبه صور كده، بعض الصور هنعرضها اثناء تدريبك مع اللعيبه وكده، هي دلوقتي على الشاشه. تمام. بالنسبة بقى للجائحة الكورونا، ازاي بقى اتعاملت مع الجائحة دي؟ طبعا يعني جائحة بمعنى الكلمة، يعني اللي هي يعني وقفت حل يعني وشغل واشغال ناس كتير، وقفلت بيوت كتير. بالظبط. ان احنا طبعا شغلنا كله متوقف عن الرياضة، هي فعلا تمام؟ حتى فعلا كورونا يعني على قد ضرت ناس كتيره جدا، طبعا، بس في نفس الوقت كمان علمتنا حاجات كتيره جدا، طبعا، ان عمر الانسان في لحظه ممكن ينتهي. بالظبط. وان احنا برضو نسعى على قد ما نقدر ان احنا نحقق احلامنا. مفيش حد فينا بيطلع السلم من اول خطوه، طبعا لازم بنتعب، لازم بنقع، لازم بناخد بالزبط. خطوات كتير. نقطه الـ 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 الصفر اللي حضرتك شايف ان انت مش هتقدر تكمل بعدها، ناس تانية غيرك شايفاها بالزبط. نقطه بدايه ليها بالزبط. فبتستغل الفرصه بتاخدها. فاحنا لازم لما تبقى لما يكون عندنا حلم نبقى جاهزين لما تجيلنا فرصه ان احنا نكون قد الحلم ده، مش لسه هناخد الخطوه، لازم نجهز نفسنا، لازم نحط اكتر من حلم. ممكن الحلم ده ما يكونش فيه خليه، انا ممكن اكون شايف الحلم ده خليه جدا، وانا راسم في احلامي حاجات كتيره وشايفه بصوره غير الناس اللي قدامي شايفاه، بس ربنا سبحانه وتعالى يبقى حطك في مكان هو المناسب ليك، عارف ان انت هتنجح هنا. ايوه فعلا. وربما انا حابه اتكلم حضرتك شويه. امتى بقى تاسست اكاديميه عين؟ احنا انا طبعا انا اسست طبعا الاكاديميه سنه 2017، طبعا كانت بمسمى تاني العين، لكن انا حبيت اجدد الاكاديميه وان تكون طبعا اوفر امكانيات اكتر واعمل حاجه افضل للاولاد، وانها طبعا اكون باسم كده يكون جديد في مصر وكده. فانا قررت ان انا اعمل اكاديميه العين. طبعا كان في طبعا كان صديق ليا، فاحنا فقعدنا نتشاور كده، فالحمد لله. كابتن ممدوح، انت نفسك العين. انت بتحب الكوره طبعا، بس اكيد عندك في حلمك وخيالك عايز توصل لمرحله كبيره جدا. ايه حلمك اللي انت عايز توصله، او ايه المرحله اللي حضرتك شايف نفسك فيها؟ يعني انا نفسي طبعا من احلامي اللي نفسي احققها ان انا اعمل نادي مصري، اللي يبقى نادي العين. ده الحلم بتاعي ده، ان شاء الله باذن الله هيكون يعني على خطه على المدى البعيد، وان شاء الله يقرب شويه ان شاء الله. طبعا انا في مرحله تاسيس شركه العين طبعا للاستثمار والتسويق الرياضي، الحمد لله. طبعا في عندنا سبونسر ورعاه الحمد لله، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله يكون في حاجه افضل، بحيث احنا نفيد الشباب والاولاد اللي طالعين، لان الكوره والرياضه حاجه مفيده جدا للاولاد، لان انت بتاخد مثلا انت بتوفر له بيئه بعيد من انه ينزل الشارع يحتك مثلا، لا انت فعلا بتوفر له فعلا بيئه ان هو فعلا يلعب ويفرح وينبسط. فعلا وطبعا بنوفر له كمان حاجات، ان بنعمل ماتشات وديه للاولاد، وكمان بنعمل انا حابه بقى اتكلم مع محمد ومعاذ شويه. بالنسبه بقى في البيت، باباك ومامتك بقى مين بيشجعك اكتر؟ يا مامتي. وانت؟ بابا. طب قول لي يا محمد، انت مين مثلك الاعلى في الكوره سواء في مصر او بره مصر؟ نفسك تبقى زي مين؟ محمد صلاح وزي ميسي. محمد صلاح وميسي ان شاء الله. ان شاء الله توصل لهم. طب تحب تقول لي باباك ومامتك ايه دلوقتي وانت معانا على الشاشه؟ ايه تحب تقول لي باباك ومامتك ايه دلوقتي وانت معانا على الشاشه؟ اقول لهم انا بحبكم جدا. وابويا كان بيمشي ورايا لحد نص المحاره اللي انا شاطر. برافو عليك، برافو عليك. وانت يا معاذ؟
برضه بقولهم بحبكم. تمام. بس لازم برضو انت دلوقتي انهي نادي حابب ان انت تنضم ليه؟ نادي الاهلي. الاهلي. وانت؟ الاهلي. الاهلي برضو. الاهلاويه. طب عندنا كباتن بقى. ان شاء الله باذن الله كده نشوفكم في الاهلي ونشوفكم احسن لعيبه. دلوقتي هنروح ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا مع كابتن ممدوح في الرياضه. كابتن ممدوح، ايه المرحله اللي انت حابب توصل لها؟ طبعا الواحد في حياته طبعا مقسم طبعا حياته المراحل والاهداف، طبعا في حاجات اهداف قريبه واهداف بعيده، ان شاء الله باذن الله اخد مكان كويس طبعا في التدريب ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله انا بحضر لكده الحمد لله. طبعا انا بعمل يعني باخد دورات طبعا تدريبيه، وان شاء الله باذن الله يعني انا مرنت في انديه كتير قبل كده الحمد لله، فانا واخد المرحله دي ان انا باخد خبره. طب انا كنت عايزه اتكلم في النقطه دي، احنا لسه كنا متكلمين في المقدمه ان الانسان ما يقفش عن حد معين. بالظبط، محدش يقف عند حد معين من الطموح، لا انا افضل اطور من نفسي اكتر واكتر. يعني حضرتك دلوقتي لسه بتقول انا باخد دورات اكتر عشان احسن من نفسي، ايه بقى النصيحه اللي انت حابب توجهها للاشبال الصغيره؟ طبعا الاشبال الصغيره، لان انا النصيحه اللي انا اوجهها له انه يجتهد ويتعب. في مرحله هتجيلك هي دي مكتوب لك انك انت دي اللي هتوصل فيها، تمام؟ لانه طبعا في طبعا اكبر مثل لينا طبعا الكابتن محمد ابو تريكه، طبعا نحب نقول له طبعا من برنامج هنا كل سنه وهو طيب، طبعا بمناسبه عيد ميلاده. طبعا كابتن محمد ابو تريكه طبعا لما راح الاهلي واكتشف كان بيلعب في الترسانه، لما اكتشفوه كان سنه 28 سنه او 27 سنه بيلعب في الاهلي ولعب في الاهلي، ربنا طبعا اجتهد وتعب وبقى دلوقتي الاسطوره محمد ابو تريكه. طبعا اسطوره مصر واسطورتنا وبشرفنا طبعا في العالم كله، واسطوره التحليل طبعا. كل طفل دلوقتي بيلعب رياضه بيتمنى يكون في يوم من الايام زي محمد صلاح، كابتن محمد ابو تريكه. ودي طبعا من الحاجات اللي بتفرحنا جدا، احنا بنشوف عندنا قدوه شباب زي محمد ابو تريكه وغيرهم كتير طبعا طلعوا من مصر، بقى قدوه لكل انسان وكل طفل مصري او غير مصري في العالم ان هو يبقى حاجه كبيره زيه. فعشان كده عايزين نعرف من اسامه، مين هو مثلا الاعلى في الوسط الرياضي؟ انا برضو حابه زي لا احنا نرحب الاول بالاشبال الصغيره. اسامه صح؟ اسامه وابو بكر. ابو بكر عرفنا بنفسك الاول. اسامه مواليد 2006. تمام، مركزك ايه؟ خط وسط مهاجم. وانت ابو بكر؟ نص الملعب. ممكن نعلي صوتنا شويه؟ نص الملعب. نص انت انت دخلت على طول نص الملعب. مواليد كام؟ مواليد 5، اسمه ابو بكر الصديق. 2005. هو طبعا لاعب غيني. تمام. فاللغه العربيه طبعا عنده مش بيرفكت قوي، لكن هو من اللاعبين المميزين جدا اللي طبعا ان شاء الله باذن الله هنشوفهم في الدورات الاوروبيه، مش في الدورات الاوروبيه كمان. لاعب مميز مواليد 2005 طبعا، واخد يعني انا بشبهه بكانتي بتاع فرنسا. وشايف فرصته هنا في مصر؟ هو طبعا عايش هنا في مصر. هو جاي طبعا، هو عايش هنا في مصر، مستقر هنا يعني. مستقر هنا في مصر. فمن الصدف العجيبه ان انا شفته بيلعب في الملعب، كان عندي تمرين فشفته قبلها بيلعب في الملعب، كان صغير فلفت نظري بصراحه بمهاراته وحاجته يعني اللي عنده، فقلت له تعالى اتمرن معايا. وجي طبعا وقابلته خاله. الموهبة دايما بتنجح، بتشدك. بتشد هي الموهبة بتشدك كده، تمام؟ وهو موهبة كبيرة يعني، إن شاء الله بإذن الله هنشوفه في الدورات الأوروبية بإذن الله، لأنه بيجتهد وبيتعب وما بيسيبش ولا تمرين، لا وموهوب يعني. في أي دوري أنا بروحه تبع الأكاديمية أو أي ماتش ودي، لا بيتكلموا عليه. وطبعا هو لفت نظر اللي حواليه. طبعا طبعا هو لعيب مجتهد ولعيب ملتزم جدا في الملعب، اي مدرب بيحب اللعيب الملتزم في الملعب. انا شايفه اسامه عمال يبص طبعا. كلمنا برده عن اسامه، بحس ان الموضوع طبعا اسامه لعيب كبير مواليد 2006، هو لعيب مجتهد، هو طبعا من الناس المهاريه
يعني بيفكرنا من الناس اللي هو محمد ابو تريكه اللي هي المهريه كده اللي بتوصلك للجون طريقه سهله جدا. كمان كابتن ممدوح الاطفال دول مش بيكونوا بس هم هدف انهم يحققوا حلمهم بس، حلم حضرتك بتحقق مع الاطفال دول. طبعا انت طبعاً. لما الاطفال دول بتنجح وتطلع من تحت ايدك يكفيهم فخر ان هم طالعين من تحت ايد كابتن ممدوح. طبعا طبعا ده مجرد اصلا انك انت تطلع لاعب وتشوفه قدامك كده من هو صغير تطلعه، ده حاجه انت بتبقى مبسوط بالزبط. حاجه بتبسطك تلقائيا. طبعا طبعا فيهم. انك انت نفسك تعمل يعني الحاجه اللي انت كان نفسك تعملها بتشوف قدامك الاطفال اللي بيعملوها انت الحاجه اللي كان نفسك زمان تتوفر لك لا ده دلوقتي ده متوفره انك تلعب، انك طبعا تشوف قدامك لعيبه كويسه انها تفيد طبعا منتخب مصر وتفيد طبعا انديه الدوري المصري وكل العالم طبعا. كل انسان ويكون قدوه لاي حد بره مصر. طبعا والاولاد الطفل الصغير ده والولد الناشئ او البرم الصغير ده بيبقى محتاج توجيه بالزبط. محتاج بالزبط. التعامل نفسي، مش محتاج ان انا اضغط عليه احرقه في الوقت ده يكتشفه. لا محتاج ان يكتشفه موهبه طبعا معرفش بالنسبه بقى للاولياء الامور يعني التعامل معاهم بيبقى ازاي؟ يعني مثلا بتنصحهم مثلا ان هم ياكلوا اكله معينه لا انا مبادري كده يعني طبعا الاولاد يعني انا متهيالي ان الحاجات البسيطه ديت يعني بتفرق مع الطفل او البرعم او الناشئ الصغير. انا برضو انا في كلمه بحب اوجهها لاولياء الامور عامه تمام. انت عايز المدرب يهتم بابنك، انت اهتم بابنك بالظبط. ازاي ان انا لو انا اهتميت بيه هجيبه التمرين، لو اهتميت بيه اسال المدرب ابني كويس ولا لا، انت ابنك هيشوف يعني ابنك هيشوفك لا انت مهتم، فهو هتكبر قد ما هي كبيره في دماغه ان هو يبقى حاجه كويسه يبقى حاجه جميله فهيلاقيها فيك انت بالزبط. كولي الامر. طب احنا نسال بقى الاطفال مين بقى في البيت بيشجعك اكتر بقى ان انت تلعب اما بابايا ومامتي الاثنين وانت انا خالي ومامتي. خالك ومامتك. بالنسبة بقى تحب في حد فيكم عايز يوجه رسالة لبابا ومامته دلوقتي؟ انا. طب اتفضل. انا بشكرهم انهم اي حاجة بيلاقوني فيها كويس بيقفوا معايا فيها. يا حبيبي شاطر كمل. لا بجد من الناس الملتزمة مع ابنائها في كل طبعاً وقت واضح دايما واضح طبعا. على طول داعمين لي وعلى طول يعني اي حاجة مفيدة لي بلهم بيكلموني، انا بكلمهم في الحاجات لا هم سعيين لي، هو شايفين فيه ان شاء الله باذن الله هيكون موهبه كويسه وان شاء الله باذن الله هيكون في مكان كويس ان شاء الله. وزي ما انت بتقضي بقى اليوم بتاعك في الاكاديميه ازاي؟ يعني انا بتدرب مع كابتن ممدوح. مين بيوصلك كده يعني؟ انا بروح لوحدي. تمام. يعني مثلا تحكي لنا اكتر عن معامله كابتن ممدوح والمدربين التانيين معاه. لا هو كابتن ممدوح احنا بناخده زي اب لينا واخ صراحه وبنحبه جدا بصراحه يعني. تسمع طب بتسمع كلامه ليه بقى؟ كابتن ممدوح يعني بما ان حضرتك معانا النهارده طبعا منورنا. كل انسان في حياته بيقابل عقبات كتير من اقرب ناس ليه. ناس كتير اقرب ما لينا اوقات كتير بيحطمونا، بيكون عندنا طبعاً. احلام كتيره فاللاعب بيقول لك انت مش هتنجح، لا انت بتعمل ايه، خلاص سيبك من كده. لا بتقابل ازاي العقبات دي والتحطيم ده اللي الناس بتوجهه لك بتقابله ازاي؟ طبعا اي حاجه الانسان بيقابلها طبعا بتوجعه في الاول، بس في اللي طبعا اللي هيستسلم للوجع ده وللحاجه دي، وفي اللي بياخدها حافز ليه. بالظبط. انا الحمد لله انا باخدها الحمد لله. انا اخدتها طبعا لما خلصت طبعا جامعه، انا اخدت انتقادات كتير. طب انت دخلت ليه الكليه دي؟ انت لا انا اخدتها تحدي للناس كلها. والحمد لله ان انا ابقى اعمل لي كارير لنفسي، اعمل لنفسي كيان، ان انا اكون اعمل حاجه اقول لهم فيها وارد عليهم واقول لهم ان انا لا انا ناجح، انا طبعا. انا مش هقع بالزبط. انا خلاص دي مرحله وخلصت وانا هكمل وان شاء الله. بتقابل نقدهم ليك وتحطمهم فيك بقوه طبعا. لا ده انا ما بقفش هنا. ناس كتير زي حضرتك قلت كده بيحطموا، لا بقول خلاص انا قست، بتتحطم اقصى كلمه ما بيعرفوش يكملوا بعدين طبعا. لكن الانسان الشاطر هو اللي بيستغل النقطه دي تكون قوه ليه طبعا طبعا طبعا. يتحدى نفسه وكل الناس اللي حواليه، اولها نفسه
طبعاً علشان يعرف يوصل اللي هو عايزه. بالنسبه بقى لابو بكر، ممكن بقى تكلمنا اكتر يعني في العربي كويس صح؟ طيب مين بقى يعني قال لك على الكوره، ولا انت من نفسك كده بتحب لعبه الكوره؟ لا انا كنت صغير مع خالي علي، هو خالي بيحب الكوره، كنت باجي في الايام كده من 2017 بشوف هو بيلعب، يعني الكوره حلوه يعني تستفاد حاجه منها. وكنت قاعد مره في الملعب وشفت كابتن ممدوح بيلعب وانا كنت قاعد ساكت، قال لي تعالى اتدرب معايا كده وهشوف انت حلو ولا مش حلو. على فكره العربي بتاعك جميل جدا. ايه ده ما شاء الله يعني. كمل. واتدربت معايا اول يوم الثاني الثالث، لعبنا مع بعض. لو عايزه انام في البيت مش عايزه اجي التمرين يرن عليا يقول لك تعالى، ما دغيا هو اكتر واحد مهتم من ناحيه التمرين والتمرينه بتاعتك صح؟ كل يوم لا مش موجود في اي حاجه عايزه هو بيرن عليا، اللي انا عايزه برضو برن عليه. بس شفت خالي بقى بيحب الكوره وانا بحب الكوره برضو، قلت له انا عايز العب كوره، وشاف كابتن ممدوح كلمه وقال كل حاجه، وبعدين صرفوا مع بعضهم بقى، وكابتن قال ما ينفعش العب في الشوارع، لازم العب مع كابتن في الملعب، هو لازم على عشان يأهلك لنادي كويس صح كده؟ بس انا رحت النادي كتير، بس هم بيقول لك جنسيتك مش مصري، والكابتن ممدوح قال لي اهدى شويه لسه بدري عليك، انت 2005 هو معاك ما سبكش. ايوه. طب بالنسبه بقى للدراسه، يعني بتعمل بقى توازن بين الدراسه واللعب بالكوره، ولا انت مهتم اكتر بالكوره؟ لا مهتم اكتر بالكوره بس العرب شويه. طب قول لي يا محمد، بس بيدرس على فكره، يعني هو بيدرس دراسته. انا نفسي ابقى لاعب في النادي الاهلي. طب ونفسك تدخل كليه ايه بقى لما تكبر ان شاء الله؟ نفسي اطلع ادخل كليه حقوق. حقوق؟ ليه؟ مين بقى مين؟ انا بابايا محامي برضه. مين عند يعني انت حابب تطلع زي حد عندكم مثلا؟ لا انا حاببها دي. حابب المحاماه صح؟ تدافع عن الناس. ايوه بالظبط. طبعا احسن مهنه، ولازم يكون الواحد عنده ضمير ويتقي الله عشان ربنا يكرمه. طبعا. يا كابتن حضرتك ممكن تكلمنا اكتر عن الاكاديميه؟ طبعا احنا اكاديميه العين لكره القدم، احنا طبعا الاكاديميه دي انا عملتها كحلم ليا كبدايه ليا، وطبعا والله اللي شجعني للحاجه دي صديق ليا، انا عشت فتره في اسكندريه، صديق ليا طبعا الكابتن احمد قاسم، ده طبعا من الناس والشخصيات اللي انا يعني بحبه جدا، وبصراحة هو اللي شجعني. انا خدت طبعا كل واحد ليه بيبقى ليه فترة في حياته كده، في واحد بيزق. طب احنا سألنا الشباب عن قدوتهم، حضرتك ليك قدوة في حياتك؟ طبعا انا قدوتي في التدريب هنا في مصر بصراحة اللي انا يعني بحبه وبشوف يعني في نفسي كابتن حسن شحاتة، لانه بيتعامل نفسيا مع اللعيبة بتاعته اكتر من يعني اتعامل نفسيا، بيحتوي اللعبه بتاعته تمام. زي ما احنا في الاكاديميه عندنا الحمد لله احنا عندنا اهم حاجه نفسيه اللاعب، لانه الولد لما يبقى نفسيته كويسه وبيتمرن كويس ومبسوط في التمرين خلاص. انا ما بسيبش اي ولد في التمرين مهما كان، ما انا بسال ولد فيهم في التمرين، بعد ما اخلص لو شفت ولد عندي زعلان لا انا بكلمه في التليفون، بكلم ولي امره، ودي خطوه حلوه جدا. طبعا انت بتديله دعم، بتديله طاقه، طبعا بتديله دافع، بتديله بتاع اي ولد مثلا تعب عندي في التمرين لا انا بكلم ولي امره بقول له مثلا فلان عامل ايه كويس ولا لا. الولد اصلا لما بيسمعك انت بتكلمه وانت بتسال عليه بيطمن، بيبقى عامل صوت، حاسس ان هو حاجه كبيره وانه هيوصل. طبعا والحمد لله. طبعا احنا كمنظومه اكاديميه العين وجهاز فني الحمد لله. طبعا في بعض الصور بتتعرض دلوقتي على الشاشه. طبعا كجهاز فني طبعا احب اشكر طبعا الجهاز الفني بتاعي، طبعا المدرب العام بتاع الاكاديميه كابتن خالد هاشم من المدربين الكبار جدا، وكابتن طبعا حراس المرمى كابتن ربيع، واحب اشكر طبعا كابتن الدكتور احمد طبعا اخصائي تغذيه وعلاج طبيعي عندي واصابات في الاكاديميه، واشكر طبعا المديرة الاداره طبعا اللي شايله الاكاديميه الاستاذه بتاعتنا. وكمان احنا في الاكاديميه عندنا طبعا منظومه احنا متكامله تمام. احنا بنعمل طبعا اختبارات وقياسات للاولاد كل شهر طبعا، في
مهاريا وبدنيا، وطبعا عاملين قياسات خارجية يعني طبعا. انا حضرت بعض الاختبارات دي، بيبقى في لعيبة ما حدش بيختارها وبتصعب عليا قوي ان هو ما حدش اختارني، فبتتعامل معاهم ازاي؟ طبعا انا في طبعا انا عندي في الأكاديمية طبعا كل لما بتبع الاختبارات انا باخد الاولاد كلهم معايا وبنروح نختبر، بنروح نختبر. طبعا في الحمد لله اولاد بيتقبلوا وفي اولاد مش بيتقبلوا، تمام. طب اللي بيتقبل انا بشتغل عليه، انا بقول له لا انت ناقصك حاجات فلازم تشتغل على نفسك عشان خاطر توصل. طبعا طبعا بقول له لسه الدنيا ما وقفتش، انت اجتهد اكتر، يبقى انت فاضل لك تجتهد شويه عشان توصل. طيب كابتن ممدوح، يعني في مدربين كتير بنشوفهم يعني بيتعاملوا مع الاطفال بعنف، عصبيه، لا انت لازم تتدرب تاني، لا عدي تاني كتير، اسلوب بيخلي الطفل يتحطم، بيخلي ييأس. حضرتك عايزين نوجه لهم رساله من خلال حضرتك، ازاي يتعاملوا مع الاطفال دي؟ طبعا الطفل عامه طبعا ده اولا واخيرا طفل، بالذات البراعم اللي هي الصغيره، احنا عندنا في الاكاديميه عندنا بناخد من ار سن 3 سنين لحد سن 18 سنه، تمام. السن اللي الثلاث سنين ده ليه تعامل خاص، 3 سنين و4 سنين و5 سنين اللي بيبقى ليه تعامل خاص. طب معلومه للجمهور بقى، امتى نقول ان ده يعني براعم وامتى نقول ان يعني الطفل ده ناشئ؟ هو بصي اللي احنا عندنا في طبعا في الاتحاد متقسمه، طبعا احنا من مواليد 2007 لحد مثلا مواليد يعني 2011 واصغر من كده، دول بيبقى البراعم. الناشئين اللي هو الكبار طبعا من 2005 لحد 2000 لحد 2000 طبعا كبار، يعني من سن مثلا 13 سنه، ده من 13 سنه وتحت ده براعم، 13 سنه وفوق طبعا ناشئين لحد 16 سنه و17 سنه، طبعا بعد كده فريق الشباب 19 طبعًا سنه. طبعا بتختلف التوجهات اللي حضرتك مثلا بين برعم صغير وناشئ. طبعا طبعا لكل مرحله يعني تعامل، يعني تعامل. الطفل الصغير مش زي انسان بالغ كبير هو عارف نفسه عايز ايه، احنا الطفل ده احنا لسه احنا بنوجهه، هو مش عارف تمام نفسه عايز ايه، تمام. فاحنا لازم نقف جنبه وما نسيبوش، لكن مش هنتعامل مع الطفل الصغير على اساس ان هو طفل كبير او شاب بالغ، هنتعامل معاه بعصبيه. الكبير غير الصغير في التعامل وفي التفكير. طبعًا وفي التفكير طبعا احنا عندنا الاولاد طبعا لما يجي حد يشترك عندنا في الاكاديميه احنا بنعمل ايه؟ بنعمل له تيست اللي هو اختبار. اختبار ليه ده؟ انا بيبين لي ده في مجموعه A ولا B ولا C، تمام؟ طبعا بقسم انا المجاميع عندي A وB وC، تمام. طبعا المجموعه سي تي، طبعا المجموعه دي اللي حابب حضرتك تذكر بعض الانديه اللي حضرتك سوقت لها اللعيبه. طبعا الحمد لله انا سوقت طبعا لعيبه كتير، طبعا انتاج حربي وطلع الجيش واتحاد الشرطه وام بي الحمد لله، وطبعا ونادي الهرم وانديه كتير طبعا درجه رابعه مش اسمها، لكن انا يكفيني طبعا ان انا بساعد الاولاد، يعني هدفي ان انا اساعد الاولاد. بتكون دي بتكون نقطه قوه ليهم. طبعا طبعا طبعا، وان الولد انت لما بتساعده هو اصلا بيفتكرك بعدين، كفايه يعني بس انه بيتكلم عليك كويس، يقول مثلا الكابتن ده ساعدني في كذا، ساعدني وقف جنبي. طبعا وقف جنبي، تعامله معايا مختلف غير طبعًا اي حد. طبعا لان احنا كمان اسامه شكله مبسوط مبسوط. اسامه طبعا من اللعيبه الملتزمه جدا عندي في الاكاديميه بصراحه جدا، وكل تفكيره في التمرين، بيجي التمرين بيفكر في التمرين، ولاعب متميز جدا يعني في لعبه، وهادي جدا في لعبه، من اللعيبه المميزه اللي انت ما بتشعريش فيها في الملعب، بس لعيبه مؤثره جدا. كابتن ممدوح، في اطفال بيبقى نفسهم يبقوا لاعبين كره يعني كبار ويتعلموا كبار، بس مش عارفين هم عايزين ايه، او انت حضرتك اكيد يعني بتقابلت اطفال كتيره ووصلت معاهم انا يئست يعني اعمل فيك ايه؟ لا لا ازاي بتشجع الطفل ده حتى لو هو ما عندوش طموح او عنده الموهبه دي يكتشف موهبته؟ بصي في ساعات طبعا انا بكلم اولياء الامور ان انت ممكن يكون في عندك في بيتك موهبه، في عندك مش عارف انت مش مكتشفها خالص، تمام. مش ممكن يكون في كره القدم، في اي لعبه تاني، تمام، انت مش مكتشف. المهم اصلا انك انت ابنك ده تشجعه، تكتشف الموهبه بتاعته، تقف جنبه، تكتشف موهبته، لانه لما بيبقى تفكيره في الرياضه او تفكير بجانب الدراسه وبجانب حياته، لا انا كرياضي، رياضي ايه المميزات الرياضي ده بيعمل ايه؟ لا ده ملتزم،
ايه ده بيتمرن، ده بياكل كويس، ده لا ده ملتزم، بينام بدري، كذا كذا كذا. صح، حضرتك بتكون طبعا بتقول لهم مثلا، بتقول لاولياء الامور مثلا لا يعني خلي بالك مثلا من ابنك او من مثلا طريقه اكله، لا ده شايف بالنسبه بقى للسمنه والحكايه دي. يعني احنا بنعمل عندنا طبعا الدكتور احمد، طبعا دكتور التغذيه عندنا يعني طبعا كمان بيبقى طبعا دكتور احمد بيبقى موجود. لسه كنا الشهر اللي فات ده كنا جايين نعمل قياسات انسومومترية للاولاد ان شاء الله. نقيس الوزن والطول ونقيس طبعا عرض الجسم والعضلات فعملنا طبعا قياسات شامله للاولاد كلهم عندنا عشان نشوف احنا طبعا الولد مثلا الوزن زايد اللي هو وزنه ناقص بتاعه، ونزلنا طبعا الاولياء الامور والاولاد طبعا برامج تغذيه على الوسهاب، واي حد كان محتاج اي سؤال طبعا كان في عندنا اولاد طبعا. طيب كابتن ممدوح خليني اسالك سؤال، طبعا اكيد في كلنا عندنا حد بيدعمنا وحد نقطه قوه لينا، مين كان نقطه قوتك في بيتكم سواء اهلك اصدقائك حد قريب منك؟ طبعا انا نقطه قوتي طبعا يعني امي، وتيجي بعد كده يعني زوجتي بجد يعني اللي واقفه في ظهري في كل حاجه، يعني بجد جدا في كل حاجه والله. يعني احب انا اشكرها طبعا، انا لو حبيت او في يعني اشكرها مش هكفيني. طب خلينا نجي لها رساله حلوه بقى طبعا ماما بقى وزوجتك. طبعا امي اللي وحشتني جدا طبعا، انا ليا فتره طبعا ما شفتهاش بجد وحشتني جدا. ظروف النتيجه بس اللي هي ظروف الشغل طبعا، هي موجوده طبعا في سوهاج وكده، وطبعا هي الخير كل الخير كله هي بالظبط الخير كله هي لينا هي تاثيرها تاثيرها ده كله اللي كانت بتعمله معانا احنا وصغيرين هو ده. عرفت تعمل من كابتن ممدوح حاجه؟ اجتهد طبعا طبعا طبعا، واخواتي طبعا كلهم اوجه لهم الشكر طبعا اللي وحشوني جدا، يعني احنا فترات طبعا بعيد ومسافه طبعا، وشغل يعني اخويا علاء طبعا دلوقتي في كليه طبعا كليه التربيه سوهاج، انا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه كده وانه يجتهد وانه ان شاء الله باذن الله اشوفه حاجه كبيره باذن الله، وان شاء الله باذن الله طبعا نشوف اولادنا كلهم حاجه كبيره ان شاء الله، ويفرحوا بنفسهم إن كلهم ان شاء الله ويفرحوا كل اهل عندهم حلم في اولادهم، كل اب وام نفسهم يشوفوا ابنهم وبنتهم في مكان هم شايفينه بعينيهم، بس احنا كمان عايزين نقول للاهل انا كمان عندي حلم، ابنك عنده حلم، انت عندك حلم تشوف حاجه كبيره، لكن ساعده هو يحقق حلمه اللي هو بيتمناه، ما تجبروش انه يختار مجال او تخصص هو مش عايزه لانه مش عارف ينجح فيه، خليك انت دايما نقطه قوه ليه ان انت تقف جنبه في الحلم اللي هو بيتمناه، ساعده انه يحقق حلمه، هو ممكن ينجح في الحاجه اللي هو عايزها مش الحاجه اللي انت حاببها طبعا. يعني وان شاء الله كلنا ربنا يكرمنا ونحقق احلامنا اكيد، لكن ان شاء الله عايزه اقول للاهل يا رانيا انه ما تضغطوش على اولادكم، سيبهم يختاروا احلامهم اللي هم عايزينها، انا كل انسان عنده حلم، كل انسان عنده شغف وبيتمنى يكون حاجه بالزبط. عرفوا اولادكم عايزين ايه وقفوا جنبهم، ما تكونوش نقطه تحطيم ويأس ليهم عكس ابهات كتير ما بيعرفوش يقفوا جنب اولادهم، وده كمان بالزبط. بيخلي الولاد يطلعوا عندهم عقد نفسيه مشاكل كتير يا كابتن ممدوح وما بيعرفوش يتخلصوا منها بعدين. لازم يصاحب اولاد يعني اولاده دول لازم يكونوا صحابه قبل ما يكونوا قريبين منهم، ياخدوا صديق قريبين منهم جدا اب وابن، ده لازم، لانه انا لما ابني لما يكون صاحبي انا هعرف احتويه، هعرف هو عايز ايه. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه، حابه ان انا اتكلم عن موضوع كاس امم افريقيا، طبعا نهائي افريقيا الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك طبعا انا مبسوط جدا انه النهائي بقى مصري خالص، مصري جدا الحمد لله طبعا، دول الانديه الكبار طبعا الاهلي والزمالك بجد يعني فرحان، انا كنت مبسوط جدا، انا اتفرجت على المباريات بتاعت الاهلي انا اهلاوي اهلاوي جدا، ان انا طبعا انا مبسوط ان بالتغيير اللي حصل في النادي الاهلي، وانه الاهلي طبعا دلوقتي بقى اكتر واكتر واكتر طبعا مستواه، طبعا رجع الاهلي اللي احنا نعرفه طبعا. الزمان مبسوط طبعا يكون في منافس طبعا للاهلي، نادي كبير زي الزمالك، لا ده بيدي طبعا بيعلي الكره المصريه، بيخلي الانديه كمان طلعت المصريه طبعا، يعني اللي في نهائي مصر المصري، لا ده بيعلي الكره المصريه بره، بيخلي كل نادي بيبذل كل طاقته ان هو ينجح، بيبقى افضل من الثاني طبعا، بيبقى افضل من الثاني لما يكون في منافسه،
كبيره، وطبعا المنافسه طبعا بين الاهلي والزمالك من قديم الازل كبيرة. طبعا كبيره جدا. وعند الاولاد اصلا في الاكاديميه في منهم اهلاوي وفي منهم زملكاوي، يوم الماتش الاهلي والزمالك ده بيبقى فيه مشكله. معذره بقى لمقاطعه حضرتك اسامه، في حابب رساله حابب توجهها للمشاهدين؟ ايوه قول. لباباك او مامتك يعني انا بحبكم. بحبهم جدا طبعا، انهم كل حاجه بيقفوا جنبي فيها يعني لما اكون كويس فيها وكده يعني. ابو بكر ايه الرساله اللي انت حابب توجهها؟ باباك مامتك جمهورك خالك خصوصا. خالي تمام. ايه بقى تقول له ايه؟ مع اي حاجه اللي انا عايزه يعني، مثلا ستارز بتاعتي بايظ، عايز ستارز اقول له يجيب لي ستارز، يعني اللي انا عايزه هو يجيبه لي على طول. طيب يا كابتن دلوقتي احنا وصلنا لنهايه الحلقه، حابين حضرتك توجه رساله للعيبه الناشئين والبراعمه. ان انا احب اقول لهم انك انت بس التزم في الملعب، التزم يعني كن لعيب كويس بسلوكك وباخلاقك، وبعد كده بيجي ادائك في الملعب وبيجي اجتهادك، وان شاء الله باذن الله نشوف اولادنا كلهم كده في حاجه كبيره جدا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. احب اشكر كابتن ممدوح اللي نورنا النهارده، واسامه وابو بكر. وكمان انا من هنا بحب اوجه رساله لبابايا ومامتي، شكرا جدا لوقفكم جنبي، وانتوا كنتوا سبب دعم كبير في حياتي. ناس كتير عرضتني في حلمي، ناس كتير قالت لي انت مش هتوصلي، بس انت كنت دايما اكتر نقطه بتقويني، حتى لو وقعت بعرف اقف بيكم انتوا. بالظبط، وزي ما بتقول اميره انا برضه حابه اشكر بابا وماما لانهم هم اللي وصلوني لان انا ابقى في المكانه دي دلوقتي، وحابه برضه اشكر كل الناس اللي بتديني دعم ووصلتني للمكانه دي، وان هي وثقت فيا. كل اصحابنا، كل جيراننا، كل قرايبنا، شكرا بجد ليكم. كل كلمه بتقولها لنا حلوه بتفرق معانا جدا، مفيش كلمه وحشه بتتنسي، مفيش كلمه كمان حلوه بتتنسي. بالظبط. واحنا ان شاء الله نكون قد الحلم، واحنا بنتعب وربنا معانا، واكيد اهلنا اي حد بيتعب ربنا بيكافئه. بالظبط. ما توقفش عند حد معين، خلي دايما سقف طموحك عالي، دايما ثق ان ربنا بيعمل لك اللي فيه الصالح. ودلوقتي انا حابه اشكر المعدين اللي معانا النهارده هادي ومنار، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه تانية معاكم في برنامج حكايه النهارده.